من أحوال الطقس فاطمة إلى أخبار الإنجازات العلمية الفلسطينية. صحيح، وسنبدأ تحديدا من هذه الإنجازات في خبرنا الأول بالحديث عن فوز أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت الدكتور مصطفى جرار بمنحة شركة جوجل العالمية لدعم الأبحاث العلمية المميزة الحاسوبية بقيمة 50,000 دولار. ويهتم جرار بمجال اللسانيات وتدعم مشاريعه إتاحة عدد ضخم من المعاجم العربية وتوحيدها في معجم موحد ومدمج سيتم نشرها عبر بوابة إلكترونية خلال أشهر. لكن مشروع المعاجم وتفريغها جزء بسيط من مشاريع أكبر متعلقة باللغة العربية لدعم محتواها عبر الفضاء الإلكتروني. جهاد بركات والمزيد من التفاصيل. لا يكتفي الدكتور مصطفى جرار أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت بما يدرسه نظريا لطلبته، فالبحث العلمي بالنسبة له أمر أساسي، وهو يقطف ثمار أحد مشاريعه بفوزه بمنحة شركة جوجل العالمية للبحث العلمي والبالغ قيمتها 50,000 دولار عن مشروع توفير 140 معجما عربيا بشكل إلكتروني. المنافسة هي عالمية، هي ليست فقط في الوطن العربي وليست فقط للغة العربية، ولا يعني تشترط وجود معاجم أو إلى آخره. هذا المشروع بدأ منذ 5 سنوات وهو الآن في مرحلة التدقيق النهائي لإخراجه بشكل بوابة إلكترونية خلال 2 شهر. هاي الملفات احنا عم نراجعها، بنشوف انه جميع الكلمات موجوده، جميع المعاني، بنتاكد فيش اي نقص. عمله مع اللغه رغم كونه متخصصا بعلم الحاسوب اتى في ظل النقص الحاد للمحتوى العربي المعجمي، خصوصا ان اللغه كما يقول صناعه تحتاج اليها التكنولوجيا وليست فقط للشعر والنثر. في كل الجلسات العلميه اللي كنا نقعدها مع العلماء في الخارج كانت اللغه العربيه مختفيه تماما، وكأنه يعني لا يوجد لها متحدثين، حتى اللغات الصغيرة جدا اللي بتعد يعني متحدثينها بضعة مئات ألاف يعني تم حسبتها إلى اللغة العربية. مشروع المعاجم 140 كما يقول ليس إلا جزءا بسيطا من مشاريعه المتعلقة باللغة وبالمحتوى الإلكتروني العربي، أما أهم مشاريعه فهو الأنطولوجيا العربية، وهو تصنيف جديد يعتمد على شكل شجرة مفردات تعتمد على ما توصلت إليه العلوم وليس ما هو شائع خلافا للمعاجم. التطبيقات العملية لهذا التصنيف تفيد في الترجمة الإلكترونية ومحركات البحث لفهم الدلالة المقصودة واسترجاع بيانات أكثر قربا للمعنى بدلا من الفهم الحرفي للاستعلام. وكذلك هناك تطبيقات متعلقة بالحوكمة الإلكترونية وهو ما طبقه فعلا ببوابة للحكومة الفلسطينية تدعى زنار. هذه الأنطولوجيا منذ 5 أو 6 سنوات بفريق يعني متعدد التخصصات وفريق ضخم، وهذا مشروع العمر، وهذه أهم شيء يعني نقوم به بجامعة بيرزيت من أجل خدمة اللغة العربية. ومن اهتمامات جرار المفردات العامية الفلسطينية، حيث أنشأت دائرة علم الحاسوب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوابة لتلك المفردات تدعى كراس. مشروع معاجم اللغة العربية الذي بدأ في جامعة بيرزيت قبل 5 سنوات والذي يفوز اليوم بمنحة جوجل للبحث العلمي هو جزء بسيط من مشروع أكبر يسعى من خلاله الدكتور مصطفى جرار وفريق عمله لدعم المحتوى العربي إلكترونيا بشكل يليق باللغة العربية. جهاد بركات فلسطين اليوم من جامعة بيرزيت، فلسطين المحتل. نرحب من رام الله بالدكتور مصطفى جرار أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت. صباح الخير دكتور مصطفى. يعطيك العافية دكتور. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. دكتور مصطفى، في البداية نتقدم منك بالتبريكات بنيلك يعني هذه المنحة، وأيضا نبارك لفلسطين يعني جامعة بيرزيت أيضا وللغة العربية تحديدا. نعم. صحيح. والبداية السؤال يعني
كيف تمكنت من الوصول إلى خوض هذه التجربة حتى نلت هذه المنحة دكتور مصطفى؟ يعني هي في الحقيقة زي ما ذكرته في التقرير، يعني هو الأمر ليس جديدا، يعني وصلنا احنا من حوالي 5 أو 6 سنوات بنحاول نبني محتوى معجمي للغة العربية يكون مركما أو محوسب اللي يستطيع الوصول لإله جميع العرب، جميع المتعلمين، جميع كذلك جميع الباحثين، وخاصة اللي هو جميع المطورين التطبيقات اللي الآن حياتنا تعتمد على التطبيقات الحاسوبية، وبالتالي دعم اللغة العربية أو دعم التطبيقات للغة العربية يعني بحاجة إلى كثير من الأشياء أو نسميها البنى التحتية الإلكترونية. ومن هذه البنى التحتية اللي هي المصادر اللغوية، وبالتالي يجب إتاحة يعني المصادر هذه بشكل مناسب لمطورين البرمجيات حتى يستطيعوا من تحسين برمجياتهم ودعم اللغة العربية بشكل جيد. نعم يعني دكتور، نعم دكتور، للشخص العادي، يعني للشخص الذي يلجأ إلى الحاسوب كل يوم، نعم، ما الذي تعنيه هذه الـ يعني هذا النشاط الذي تقوم به اليوم؟ قاعدة بيانات وصفت بالأضخم في تاريخ اللغة العربية، حدثنا عن هذه الجائزة لمن لا يعرف أهميتها اليوم بالنسبة للعالم العربي، للغة العربية بشكل عام. يعني المستخدم العادي يعني هو أول شيء من أحد التطبيقات أنه يستطيع استخدامها كمعجم، أول شيء، وهذا الشكل البسيط. بس كمان الشخص العادي يستطيع كذلك يعني أنه يلمس أثر في المستقبل، طبعا أنه مثلا المدققات الإملائية في الكثير من التطبيقات المفروض أنها تتحسن في ظل وجود مصادر لغوية، المترجمات الآلية كذلك من المفترض أنها تتحسن في ظل وجود مصادر لغوية مثل عملنا. طبعا إحنا في جامعة بير زيت يعني مش احنا الوحيدين اللي مهتمين بهذا المجال، كمان في ناس تانيين. فبالنسبة للشخص العادي هو حيلمس أثر يعني بعيد المدى طبعا على طريقة معالجة اللغة العربية داخل التطبيقات اللي بيستعملها، من قواعد، من مدققات قواعدية، من مترجمات، من مدققات إملائية. الآن في كمان تطبيقات كثيرة قاعدة بتطلع، مثلا الصوت للنص والنص للصوت، انه نحكي مع مثلا الهاتف النقال ويفهم علينا وإلى آخره. هذه النوع من الأبحاث والتطبيقات بحاجة إلى مصادر لغوية، وإحنا في جامعة بير زيت يعني ما نسعى إليه ان نوفر هذه المصادر اللغوية. فهو هذه يعني بشكل عام للتطبيقاتها. ولكن بالنسبة لجوجل، هي طبعا احنا بنوجه التحية والشكر لشركة جوجل على اهتمامهم ودعمهم للبحث العلمي اولا وللغة العربية ثانيا. لهذا طبعا احنا يعني مش يعني بنخبى على احد انه العرب جميعا، فلسطينيين وغير فلسطينيين، لا يهتموا بالبحث العلمي ولا يهتموا في اي شيء خاصة باللغة العربية إلا التحدث عن اللغة العربية وما تعاني من مشاكل، ولا أحد يأخذ مبادرات. فإحنا بنشكر يعني شركة جوجل لاهتمامها ودعمها لإلنا، هذا إشي يعني إحنا برضو بنفخر فيه. وحنكمل المشوار اللي جوجل اهتمت فيه اللي هو المعاجم العربية، ولكن يمكن زي ما أنتوا حكيتوا بالتقرير في عنا إحنا كمان يعني خطوط بحثية أخرى وفيها إنجازات، منها مدونة اللهجة العامية الفلسطينية، ومن أهمها الإنجازات كمان اللي عندنا اللي هي الأنطولوجيا العربية. نعم، يعني واضح اهتمام جوجل باللغة العربية، يمكن نظرا لعدد المستخدمين العرب لجوجل. دكتور مصطفى، هذا المشروع يعني يعد الأول على المستوى العربي، وهل حضرتك وحدك يعني من قمت بكل هذه الأبحاث، أم هناك فريق عمل معك يدعم ويساعد؟ يعني اهتمام العرب بإنشاء يعني قاعدة بيانات معجمية ضخمة، يعني كان في الحديث عن هذا الموضوع ولكن ما حدش طبق لحد الآن ولا شيء حسب علمي، يعني ما حد طبق. ولكن في كلام كثير، سواء كان كلام قديم جدا من مجامع اللغة العربية،
في كان في قطر بعض المبادرات، يعني هناك مبادرات هنا وهناك، ولكن ما لحد الآن لم يعني يحدث شيء. أنا يعني أخذت على عاتقي نعم هذا أني أعمل هذا العمل. فريقي هو طلابي، فريقي طلاب جامعة بير زيت، طلاب مبادرين ويعني كمان بحبوا الإبداع، وبالتالي كان من السهل كمان إن يعني نشجعهم وإنهم يشاركوا في يعني إدخال هذه المعاجم وفي حوسبتها وتدقيقها وإلى آخره. فهو الفريق هو بالأساس يعني إحنا ليس مركز أبحاث ضخم، في تعرفوا إحنا في الوطن العربي ما عندنا هذا الطموح، هذا كبير علينا كمان. ولكن هو عمل طلابي مع بعض الباحثين يعني الشباب اللي كمان يعني أخذوا الموضوع كوظائف، يعني كان في مشاريع وكنا نصرف على هذا يعني العمل من ضمن مشاريع أخرى كانت عندنا في الجامعة. نعم دكتور مصطفى، يعني حضرتك يعني متخصص في علم الحاسوب، رغم ذلك ذهبت إلى علم اللسانيات وأنت من خلال هذا المشروع أيضا يعني تعمل على تطوير هذا العلم. حدثنا في البداية يعني ما هي أبرز الأسباب التي جعلتك مهتم بعلم اللسانيات، وحدثنا أيضا كيف انطلقت فكرة تقديم مشروع إلى جوجل للحصول على هذه المنحة أيضا. هو نعم الحقيقة أنا متخصص في يعني علم الحاسوب ويعني إنسان تقني خلينا نقول، ولكن عندي اهتمامات لا شك لغوية وفلسفية. يعني أنا كمان في علم الحاسوب متخصص في الذكاء الصناعي والمنطق، لغة المنطق، فمن هنا كنت أقرب على إنه يعني أفهم الأمور اللسانية واللغوية وكمان وما يتعلق بفلسفة اللغة وهندسة المعرفة، هذا يعني سواء إن كان الجانب التقني أو غير التقني في الموضوع. عندي حب ورغبة في هذا المجال، فيعني درست أحد المساقات في يعني متطلبات الجامعة كان اسمه فلسفة اللغة وهندسة المعرفة، ليس لطلاب الحاسوب بل لطلبة الجامعة، وكان شاركني فيه كذلك زملاء من دائرة الفلسفة. انطلقت اهتم يعني من جوجل، انطلقت الفكرة انه في الحقيقة هو ما كان هدف اطلاقا انه نبني احنا يعني قاعدة بيانات معجمية في البداية. كان في البداية كنا احنا بنحاول ننشئ مشروع التاريخي الاكبر والاعظم اللي هو اسمه الانطولوجيا العربية، ولكن لبناء الانطولوجيا العربية اضطرينا ان يعني نلجأ لبعض المعاجم والمصادر اللغوية، وكان هناك في فقر يعني مش طبيعي، يعني المعجم موجود على الورق فقط، وحتى استعارة المعجم من المكتب كان فيها كمان مشكلة، وشراء المعاجم كان كمان مكلف، فكان لابد من أن نحاول نعمل خطوة تحضيرية لبناء الأنطولوجيا العربية ببناء مصادر لغوية. فبناء هذه المصادر هو بدأ من 5 أو 6 سنوات، وعند الحديث مع يعني الزملاء كانوا مشجعين انه يعني هناك انه هذا العمل بحد ذاته هو يعني كمان مهم حتى نطلق هذا العمل للمستخدم العربي، لانه ما كان هدف بالبدايه. فشجعونا بعض الزملاء انه يعني قد تكون شركه جوجل مهتمه في الموضوع، وانه الموضوع بحد ذاته هو حاجة لجميع العرب وجميع المتعلمين، سواء كانوا باحثين وسواء كانوا طلاب أو يعني مهنيين. دكتور مصطفى، يعني ذكرت الأنطولوجيا وأنه هذا هو مشروعك، الأنطولوجيا العربية، ياريت توضح لنا أكثر ما هي الأنطولوجيا العربية، وهل هناك تعاون بينك وبين يعني خبراء آخرين باللغة العربية؟ نعم، يعني الحديث عن الأنطولوجيا هو يعني موضوع قد يبدو فيه تعقيد، ولكن هو موضوع بسيط. الأنطولوجيا العربية إذا بدي أعرفها للمتخصص اللغوي في البداية، هي تقعيد دلالي جديد يعني للغة العربية، هي تصنيف أو إنجاز التعبير، هي تصنيف لمعاني أو لمفاهيم الكلمات، وليس للكلمات نفسها بالمناسبة زي ما ذكر في التقرير. هي تصنيف شجرة، فبكون عندنا شجرة من المفاهيم، يعني على سبيل المثال الجميع مثلا درس في المدارس تنقسم الكائنات الحية إلى
أصناف معينة وفي شجرة للكائنات الحية. ما يعني الذي نعمل عليه أنه نصنف جميع معاني الكلمات وليس فقط كائنات حية مثلا، فهي تصنيف دلالي لمفاهيم الكلمات. وهذا طبعا الشيء ما حدث لأي لغة على الإطلاق، تصنيف حسب المعاني. في هناك شبكات مفردات زي الويرد نت للغات الثانية، ولكن اللغة العربية هي الأولى التي يحدث لها تصنيف دلالي. وبالتالي يمكن أو أحد استخدامات الأنطولوجيا أن تكون معجم بشكل وهندسي جديد تماما، تختلف بالكامل عن ما يعني درج عليه من صناعة المعاجم الأخرى. فاستخدامات الأنطولوجيا بالأساس هي استخدامها كمعجم، استخدامها كمان في تطبيقات الحاسوبية زي ما ذكرنا. هناك كثير يعني من التطبيقات اللي بحاجة إلى أنطولوجيا، إلى شبكة معاني، حتى يقدروا مثلا نحسن أداء محركات البحث، إنه يتم البحث أو يتم إنه محرك البحث يفهم علينا في المعنى اللي بنقصده وليس فقط يعني فهم حرفي للكلمة. كما هناك تطبيقات أخرى مثل كذلك يعني جميع التطبيقات اللغوية من ترجمة وتدقيق إملائي، وفي شيء بسموه sentiment analysis يعني مثلا هندسة المعرفة بشكل عام. عادة إذا كان في عنا مكتبة إلكترونية وبحاجة إلى أن نقول نصنف الأشياء، فالأنطولوجيا تستخدم هناك. الأنطولوجيا يعني هي حاجة يعني للفهم البسيط ممكن نعاملها كمعجم بشكل جديد يختلف تماما، حتى لا يمكن طباعته على ورق بالمناسبة، لأنه هو عبارة عن شجرة بشكل جديد وطريقة جديدة، طريقة فلسفية. شاركني في هذا الموضوع أو يعني العديد من الزملاء عندنا في الجامعة بيرزيت، وليس اللغويين بالمناسبة، لأنه هذا اللغوي هو يعني اهتماماته بتكون شيء آخر. شاركني في هذا الموضوع بالإضافة لزملاء من يعني علم الحاسوب، كذلك يعني فلاسفي من جامعة بيرزيت، وخص طبعا الشكر والتحية لصديقي الأستاذ جمال ظاهر ووسيم أبو فاشا وغيرهم من الزملاء، بديش أنا أنسى حدا، العديد من الزملاء الفلاسفي اللي كانوا شاركوا في هذا الموضوع. وكان هناك في بحب أشير كمان كان في العديد من رسائل الماجستير وحتى البكالوريوس، مشاريع البكالوريوس اللي كانت تصب بهذا الجانب. العديد يعني من الزملاء كذلك اللي كانوا موظفين وكانوا يعملوا على هذا الموضوع. احنا لسنا بحاجة الى لغويين بالمناسبة لبناء الأنطولوجيا. بحب اشير انه في كل تصنيف احنا بنوظف حدا من اهل التصنيف نفسه، يعني اذا كان كائنات حية بنكون واحد بيولوجي تخصصه احياء، اذا كان مواد بيكون تخصصه كيمياء. فهي يعني حاجة متعددة التخصصات مالتي ديسيبلينري، يعني اللي هي انه بحاجه الى العديد من المهارات يعني. نعم. ايضا دكتور مصطفى حدثنا عن الجانب الذي قمتم بتخصيصه تحديدا للهجه الفلسطينيه العاميه واهميه يعني هذا الموضوع في حفظ التراث الفلسطيني، وايضا لا سيما وانكم انتم مؤمنون من خلال كل هذه المشاريع بان اللغه حيه وتحتاج دائما للتطوير. نعم، اللغة العربية هي لغة حية وليس هناك خوف على الإطلاق على يعني اختفاء اللغة العربية. يعني من يتكلم ومن يخاف على اللغة العربية هو يعني لا يدرك أنه اللغات بطبيعتها تتطور. هذا صحيح. الاهتمام باللهجات العامية هو جاء في الحقيقة أنه نعم قمنا بإنشاء مدونة للهجة العامية الفلسطينية. المدونة تتكون من نصوص حجمها تقريبا 55,000 كلمة. قمنا بتصريف كل كلمة من 55، يعني لا نقول إعراب لأنه ليس إعراب، وسمى تصريف اللي هو تحديد الخصائص التصريفية لكل كلمة من 55,000 كلمة. مثل هاي الخصائص مثل إنها سواء كان السوابق لكل كلمة واللواحق لكل كلمة، المعنى بالفصحى أو الكلمة المقابلة بالفصحى، الكلمة المقابلة باللغة الإنجليزية، وصف لهذه الكلمة بمعناها واشتقاقاتها.
فهذه الكل الآن هذه المدونة اللي هي بمعنى آخر برضو قاعدة نعتبرها قاعدة بيانات معجمية للغة العامية المحكية طبعا اللي هي محكية مكتوبة. أهمية هذا الموضوع الآن إنه أهميته تراثيا خلينا نقول في الحقيقة هو توثيق تراثي للهجة العامية الفلسطينية وموضوع كمان ثقافي. ولكن بالإضافة لذلك أنا بحب أحكي على الجانب الحاسوبي بالموضوع إنه ومنين جاءت الفكرة إنه كمية النصوص المكتوبة باللهجة العامية الفلسطينية أصبحت يعني كبيرة جدا ليس فقط اللهجة العامية الفلسطينية بل كل اللهجات العربية. ففي معرفة كبيرة موجودة مكتوبة موثقة بلهجات عامية للاستفادة من هذه المعرفة مثلا إنشاء محركات بحث لهذه المعرفة مثل ترجمة هذه المعرفة مثل إنه يعني هناك تطبيقات كثيرة لبناء هذه التطبيقات. هو الموضوع بحاجة إلى يعني مدونات فبالتالي الآن يعني نأمل إنه يتم بناء تطبيقات اللي تستطيع وبدي أضرب أمثلة يعني هذا طبعا ليس حفاظا على اللهجة يعني أو وحفاظا على اللهجة وليس ضد اللغة الفصحى بالمناسبة. نعم. يعني أحد التطبيقات اللي اقترح الزملاء إنه يتم إنشاء تطبيق بحيث إنه اللي بيكتب عامي بيتحول آليا إلى فصحى. نعم. وطبعا هناك العديد من التطبيقات بعد احنا مشروعنا العديد من اللهجات العامية في الوطن العربي الآن اللي يجري. نعم. كمان الحديث عن يعني طيب. بناء مدونات. دكتور مصطفى يعني حضرتك بعد ما نلت هذه المنحة ماذا تركت بداية يعني من أثر على المستوى التربوي والأدبي والفكري فلسطينيا وعلى المستوى الرسمي فلسطينيا أيضا وماذا يعني تبشرنا في الأيام المقبلة بعد يعني ما نلت هذه المنحة وباختصار لو سمحت. يعني اولا انه احنا يعني سنبقى يعني على العهد بالنشاط والجهد العلمي ومتابعه وحل المشاكل العلميه التي تتعرض لها اللغه العربيه والمعرفه العربيه بشكل عام. بصراحه الاثر كمان انا وأأمل انه هذا يشجع العديد من يعني الزملاء في العديد من الجامعات الاخرى انه يعني يهتموا في البحث العلمي. فلسطينيا يعني للأسف في هناك غياب رسمي عن البحث العلمي على الإطلاق بالرغم من وجود يعني إدارة عامة للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي ولكن لم نعرفهم ولا بيعرفونا وهذا طبعا يمكن حال كل الدول العربية للأسف. نأمل أنه صناعة البرمجيات في الوطن العربي ذات البعد اللغوي إنها تتطور وأتوقع بالمناسبة يعني هناك يعني هي اللغة العربية الآن في العصر الحالي هي صناعة خلينا نقول صناعة بالمعنى إنه يعني في هناك وظائف يعني متعلقة باللسانيات الحاسوبية وليس فقط يعني كلغوي كمدقق لغوي. فنأمل إنه يتم كمان يعني قفزي في عالم صناعة البرمجيات وذات العلاقة في البعد اللغوي يعني. نعم طبعا أتمنى لك كل التوفيق دكتور مصطفى جرار أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت كنت معنا مباشرة من رام الله. شكرا لك دكتور.